جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الطلاق ثقيل على المرأة بمعنى الكلمة شيخ صالح، هل من كلمة لمثل أولئك النساء؟ لا شك أن الطلاق ثقيل على المرأة إذا كانت تحب الزوج أو كانت ذات أولاد منه، فإن الطلاق يفرق الأسرة ويسيء إلى الأولاد، يترتب عليه مضار. ولذلك الطلاق تتناوبه الأحكام الخمس، ما شاء الله. تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، وذلك بحسب الأحوال، بحسب الظروف والملابسات التي تسبب الطلاق. نعم شيخ صالح، لو وقفنا بعض الوقفات، متى يكون الطلاق واجبا؟ إذا لم يكن له رغبة في المرأة وليس في بقائها معه مصلحة، وإنما يمسكها لأجل أن تفتدي منه أو ينتقم منها، وليس له رغبة فيها، فإنه يجب عليه أن يطلق، ولا يجوز له أن يمسكها وهو لا يرغب فيها، وإنما لغرض آخر، إما التشفي وإما لأجل أن تفتدي منه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في تلك الأحوال يكون الطلاق واجب؟ نعم، لأجل إزالة الظلم. لأجل إزالة الظلم يكون واجبا، لأجل إزالة الظلم عن المرأة. يحفظكم الله. نعم.